بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الرابع ابتدائي في مادة الرياضيات. لدينا يا مبدعات درس جديد وهو بعنوان الزمن المنقضي. فكرة الدرس يا عزيزاتي، سوف أحل مسائل حول الزمن المنقضي، وأيضاً يا مبدعات سوف نتعرف على الزمن المنقضي. إذن لدي المثال الأول يا مبدعات. لدي يا عزيزاتي الفترة الزمنية، يستغرق عبد العزيز ساعة وثلاثون دقيقة للوصول إلى مزرعته. إذا غادر منزله الساعة أربعة مساء، ففي أي ساعة يصل إلى مزرعته؟ إذن يا مبدعات، يستغرق عبد العزيز ساعة وثلاثون دقيقة للوصول إلى المزرعة. إذا غادر من منزله الساعة أربع مساء، ففي أي ساعة يصل إلى مزرعته؟ إذن غادر عبد العزيز من منزله الساعة أربعة مساء، ويستغرق ساعة وثلاثون دقيقة للوصول إلى المزرعة. إذن أربعة سوف أضف لها ساعة، إذن تصبح الساعة خمسة، وأيضاً يا مبدعات سوف أضيف لها ثلاثون دقيقة. إذن الساعة خمسة أضفت لها ثلاثون، إذن خمس وثلاثون دقيقة. إذن يا مبدعات سيصل إلى مزرعته الساعة خمسة ونص مساء، واضح؟ يستغرق عبد العزيز لدي ساعة وثلاثون دقيقة للوصول إلى المزرعة. إذا غادر من منزله الساعة أربع مساء، إذن خرج من المنزل الساعة أربع مساء، أضفت لها ساعة، إذن أصبحت الساعة خامسة، أيضاً أضفت لها نص ثلاثون دقيقة، إذن أصبحت خمس وثلاثون دقيقة. إذن سيصل إلى مزرعته الساعة خمس وثلاثون دقيقة. طيب، أيضاً لدي المثال الثاني. تظهر الساعة الجانبية وقت بدء تدريب فريق كرة القدم في المدرسة. إذا أنهى الفريق تدريبه الساعة خمس وثلاثون مساء، فأوجد طول الفترة الزمنية التي استغرقها التدريب. إذا لدي هنا مبدعات وقت البدء. وقت البدء لدي ماذا؟ ثلاث الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة، ووقت الانتهاء خمس وثلاثون دقيقة. إذن يا مبدعات المطلوب هو إيجاد طول الفترة الزمنية التي استغرقها التدريب. إذن وقت البداية لدي ثلاث وخمسة عشر دقيقة، ووقت الانتهاء خمس وثلاثون دقيقة. إذن ثلاث وخمسة عشر دقيقة سوف أضيف لها ساعة، إذن أصبحت أربع وخمسة عشر دقيقة، أيضاً راح أضيف لها ساعة، إذن أصبحت خمس وخمسة عشر دقيقة. طيب كم أحتاج من دقيقة حتى أصل إلى ثلاثون؟ أحسنتم، خمسة عشر دقيقة، إذن أضفت لها خمسة عشر دقيقة، إذن أصبح وقت الانتهاء خمس وثلاثون دقيقة. إذن ساعة زائد ساعة زائد خمسة عشر دقيقة، إذن يساوي ساعتين وخمسة عشر دقيقة. إذن استغرق التدريب ساعتين وخمسة عشر دقيقة، واضح يا حلوين؟ طيب ننتقل يا مبدعات إلى فقرة تأكد. لدي يا مبدعات فيما يلي أوقات بدء وانتهاء بعض الأنشطة والبرامج الثقافية، ما الزمن الذي استغرقه كل نشاط؟ إذا لدي مبدعات وقت البدء ووقت الانتهاء. وقت البدء يا مبدعات لدي الساعة الثالثة وعشر دقائق، إذن وقت البدء يا مبدعات الساعة ثلاث وعشر دقائق، ووقت الانتهاء عزيزاتي الساعة إذن وقت البدء يا مبدعات الساعة ثلاث وعشر دقائق، ووقت الانتهاء لدي عزيزاتي الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة. إذن يا مبدعات المطلوب هو
إيجاد الزمن الذي أستغرقه النشاط. طيب الساعة 3 سوف أضيف لها ساعة، إذا سوف تصبح الساعة 4:10. أيضا يا مبدعات، سوف أضيف لها ساعة، سوف تصبح الساعة 5:10. طيب يا مبدعات، كم أحتاج من دقيقة حتى أصل إلى 5:15؟ أحسنتم، إلى 5 دقائق. إذن يا مبدعات، إذن يا عزيزاتي، ساعة زائد ساعة زائد 5 دقائق، إذن يساوي يا مبدعات 2:05. أحسنتم يا مبدعات. إذن يا عزيزاتي، الوقت إذن يا مبدعات، الوقت المستغرق في الزمن يا مبدعات 2:05. واضح يا مبدعات؟ إذن شكرا لكم عزيزاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.